طيب احنا يعني حاولت اجيب لكم فايل كده نلخص فيه بس القوانين قبل الدنيا ما تخشوا في بعضها شويه، نلخص فيه احنا بنعمل ايه. ثانيه واحده بس. احنا لغاية دلوقتي عملنا ايه؟ كنا عايزين نعرف امتى بيبقى فيه relative maximum و relative minimum وامتى الفانكشن تبقى increasing و decreasing والكلام ده. اول حاجة بقول ان ال f is increasing لو انا لقيتها curve طالع لفوق كده، decreasing لو انا لقيته نزل لتحت. دي طريقة. طريقة تانية ان انا اجيب ال f prime، يعني اجيب الديفرنشيشن، لو لقيت الديفرنشيشن اكبر من الزيرو هيبقى انكريزنج، اقل من الزيرو يعني بالنيجاتيف هيبقى ديكريزنج. يبقى انا كده عرفت ازاي الفانكشن بتبقى ديكريزنج او انكريزنج. تاني حاجه الريلاتيف ماكسيمم والريلاتيف مينيمم، يا اما من الرسمه اللي هي القمم اللي لفوق دي ريلاتيف ماكسيمم، اللي تحت بتبقى ريلاتيف مينيمم. في عندنا برضو طريقه التستات. أول حاجة الـ first derivative test، هجيب الـ first derivative وأرسم الرسمة بتاعتي اللي هي اللاين ده، لو لقيت الإشارات positive وبعديها negative يعني positive الأول هتبقى maximum، negative الأول هتبقى minimum، لو الإشارتين زي بعض يبقى مفيش حاجة. دي طريقة الـ first derivative test. أو طريقة الـ second derivative test، هجيب second derivative لو لقيته بالـ positive. هو أنا آسفة أنا كاتباهم على فكرة بالعكس. لا صح تمام. لو لقيته بالنيجاتيف هتبقى ريلاتيف ماكسيمم، لو لقيته بالبوزيتيف هتبقى ريلاتيف مينيمم. يبقى لو بوزيتيف هيبقى مينيمم ولو ماكسيمم، دي الحاله الوحيده اللي البوزيتيف بتبقى مينيمم والنيجاتيف بتبقى ماكسيمم، يعني الاشارات بتتعكس. ليه سكند ديريفيتيف تيست ده؟ عشان اعرف ريلاتيف ماكسيمم وريلاتيف مينيمم. كمان عايزين نقول ان الكريتيكال بوينت هي البوينتس اللي بساوي فيها الفيرست ديريفيتيف بالزيرو، وهي نفسها برضو الانفليكشن بوينت. بس الانفليكشن بوينت احنا كاتبين عنها حاجة فين فين، يعني هنقابلها لسه جاية. تمام. ماشي. في ورقة تقريبا انا مصورتهاش، مش مشكلة. خلينا اطمنكم بان احنا نبص شوية على الورق اللي الدكتور بعته بتاع ريفيجن ده، مثلا بتاع جراف. اول حاجه هنا مديني جراف مرسوم وبيقول لي ديترماين الانترفال في الفانكشن انكريزنج وديكريزنج. سامبل جدا، اتفقنا لو هو نازل لتحت كده يبقى ديكريزنج. يبقى انا عندي من نيجاتيف 5 لنيجاتيف 3 الانترفال بتاع من نيجاتيف 5 لنيجاتيف 3 ده ديكريزنج فانكشن، من نيجاتيف 3 لحد ال 1 انكريزنج فانكشن، من ال1 رجعنا ننزل تاني فبقت من 1 لحد ال7 نازلين لتحت فتبقى decreasing، من ال7 لحد ال9 طالعين لفوق بقت increasing. سامبل جدا، هنا من negative 5 ل negative 3 نازل لتحت decreasing، من negative 3 لحد ال1 طالع لفوق increasing، من 1 لحد ال7 نازل لتحت decreasing، من 7 ل 9 طالع لفوق increasing. طيب هنا ده تقريبا نقول نيجاتيف 0.1 مثلا او نيجاتيف 0.2، من نيجاتيف 0.1 لحد ال1 ده increasing طالع لفوق، من 1 لحد ال4 decreasing، من 4 لحد هنا تقريبا لحد ال8 increasing. هو ده increasing وده increasing برضو، بس ال connectivity بتاعتهم مختلفة، يعني واحدة كانت concave لتحت وواحدة concave، يعني دي concave upward و concave downward، لكن ال increasing بتاعتهم هما هنا curve طالع لفوق فهو increasing، وهنا برضو curve طالع لفوق فهو برضو increasing.
هنا بيقول لي ده الجراف بتاع الدريفيتيف الفيرست دريفيتيف تقريبا. From this graph determines the interval in which the function is increasing or decreasing. والله دي مش f of x، بيقول لك دي الفيرست دريفيتيف. طب هو امتى الفيرست دريفيتيف بيبقى increasing او decreasing؟ خلينا نفتكر، لو الفيرست دريفيتيف اللي هو الاف برايم اكس لو كانت بالبوزيتيف، بص الورقه، الورقه بتاعت الانكريزنج والديكريزنج دي، قلنا لو الاف برايم اكس بوزيتيف هتبقى انكريزنج، لو نيجاتيف هتبقى ديكريزنج. فانا هرجع كده للرسمه وابص لها حته حته، ده محور الاكس وده الاف برايم اكس، انا ليا دعوه بالاف برايم اكس بس. ليه دعوه بالاف برايم اكس؟ لو اف برايم اكس بالنيجاتيف، يعني لو الواي بالنيجاتيف هتبقى ديكريزنج، يعني من هنا من نيجاتيف 8 لنيجاتيف 7 على محور الاكس ده كله الواي فيه بالنيجاتيف، فهنا ديكريزنج. طب وكل ده، كل ده الواي بتيه بالبوزيتيف صح؟ كل ده من نيجاتيف 7 لحد ال 5 الواي بالبوزيتيف فكلها انكريزنج. بعد كده من 5 ابتدت تبقى تاني ديكريز، من 5 لانفينيتي بقى طالما مش محدد، ومن 5 نقول 5.5، انا مش عارف يعني مش عارفه هو هنا قصد ان هي مفتوحه لانفينيتي ولا لحد اللاين بس. تمام الكلام؟ يبقى انا هنا ببص على الواي، لما الواي بتبقى بالنيجاتيف يعني اللي تحت دولت خط ده وده، ده كده ديكريزنج عشان هو بالنيجاتيف الواي، لكن كل اللي فوق ده الواي فيه بالبوزيتيف اللي هو من نيجاتيف 7 لحد ال 5 ده كده كله انكريزنج. هنا مديني شويه فانكشنز، بيقول لي عايز ايه؟ اول حاجه ايدنتيفاي ذا كريتيكال بوينتس. هو ايه الكريتيكال بوينت؟ احنا اتفقنا لما يبقى الدريفيتيف اساويه بالزيرو، يبقى الدريفيتيف بيساوي الزيرو عند اكس بكام؟ هنا هو بيقول لك الدريفيتيف بيساوي 0 لما الاكس كانت نيجاتيف 5 ونيجاتيف 2 و4 و8، يبقى هي دي الكريتيكال بوينتس بتاعتي. يبقى الكريتيكال بوينت لما الاف برايم اكس بساويها بالزيرو. طيب هي الاكس، ما هو انا هنا شلت الاكس وحطيت مكانها نيجاتيف 5، يبقى عند النيجاتيف 5 الدريفيتيف كان بزيرو، عند النيجاتيف 2 الدريفيتيف بزيرو، وعند ال4 بزيرو، وعند ال8 بزيرو، فهي دي النيجاتيف 5 والنيجاتيف 2 وال4 وال8، هي دي الكريتيكال بوينتس بتاعتي. عايزه ديترماين امتى هتبقى increasing وامتى هتبقى decreasing. طيب في حل اعرف منه امتى increasing وdecreasing؟ اتفقنا لما اجيب الاف برايم والاقيها بالبوزيتيف هتبقى increasing وبالنيجاتيف هتبقى decreasing. طب ما هو اوريدي مديهاني على طول، هو مديني ان الاف برايم اللي هي الدريفيتيف دي بالنيجاتيف في المنطقه دي، يبقى دولت الديكريزنج، وبوزيتيف هنا greater than zero يعني بوزيتيف، يبقى هما دولت الانكريزنج. طيب عايزني اخر حاجه classify critical points as relative maximum و relative minimum or neither. حلو قوي، عايز critical points اللي انا مطلعاها دي اقول هي امتى relative maximum وامتى relative minimum. طب خلينا نفتكر احنا بنجيب relative maximum و relative minimum امتى؟ مش هي دي؟ لا مش دي اللي انا عايزاها، معلش دي يا اما عن طريق الفيرست دريفيتيف تيست يا اما عن طريق السكند دريفيتيف تيست. فيرست دريفيتيف بشوف الاشارات، سكند دريفيتيف بجيب السكند دريفيتيف بتاع الفانكشن واشوفه بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا اصلا ما عنديش الفانكشن فانا مش هعتمد على السكند دريفيتيف، لكن سهل ان انا اعتمد على الفيرست دريفيتيف تيست. هعتمد عليه ازاي؟ اهوت رسمت اللاين بتاعي، حطيت الكريتيكال بوينتس، هشوف رقم قبليها او بعديها. يعني مثلا هنا النيجاتيف 5 ممكن اشوف قبليها النيجاتيف 6، شفت النيجاتيف 6 لقيته بالبوست، لا سوري مش شفته لقيته، ثانيه واحده معلش انا برجع للسؤال، معلش انا اسفه، هو انا مش شفته لقيته، انا هنا هو مديني اوريدي امتى هي بوزيتيف وامتى هي نيجاتيف، فمن نيجاتيف 5 لنيجاتيف 2 بالنيجاتيف، فانا ده اللي انا عملته من نيجاتيف 5 لنيجاتيف 2 بالنيجاتيف.
طيب ومن نيجاتيف 2 ل 4 برضه نيجاتيف، من نيجاتيف 2 ل 4 برضه نيجاتيف. طيب ومن 8 لانفينيتي برضه نيجاتيف، من 8 لانفينيتي هنا برضه بالنيجاتيف. اللي بالبوزيتيف من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5 ده كده بالبوزيتيف، برضه من 4 ل 8 برضه بالبوزيتيف هنا اهو، من 4 ل 8 برضه بالبوزيتيف وبرضه حطيته بوزيتيف. انا بس رسمت الانترفلز اللي هو مديهاني ووزعت الاشارات. امتى هتبقى الكريتيكال بوينت ماكسيمم؟ لو الاشارات بلس وبعديها ماينس، يعني دي يبقى النيجاتيف ماينس دي ريلاتيف ماكسيمم. هنا مفيش، هنا من النيجاتيف كانت الاول وبعدين بوزيتيف، نيجاتيف وبعديها بوزيتيف، نيجاتيف على ايدي الشمال وبعدين قلبت بوزيتيف يبقى دي ريلاتيف مينيمم. بوزيتيف وبعديها قلبت نيجاتيف يبقى دي ريلاتيف ماكسيمم. بوزيتيف بعدين نيجاتيف تبقى ريلاتيف ماكسيمم. هنا نيجاتيف وبعديها بوزيتيف تبقى ريلاتيف مينيمم. هنا بوزيتيف بعديها نيجاتيف بقت ريلاتيف ماكسيمم. ده السؤال ده. كده فاضل لنا السؤال ده. السؤال ده انا خدت منه يعني واحده بس كده بصينا فيها، وليكن اللي هي نمبر 5 اللي هي الايكويشن دي. عايز ايه؟ عايز الكريتيكال بوينتس، عايز الانترفلز امتى انكريزنج وامتى ديكريزنج، وعايز الريلاتيف ماكسيمم والريلاتيف مين. اول حاجه عشان اجيب الكريتيكال بوينت هجيب الفيرست ديريفيتيف واسويه بالزيرو. ادي الفانكشن، ادي الفيرست ديريفيتيف وسويته بالزيرو، خدت 6 كومن فاكتور بره وبقى لي دوت، قسمته وعملت له فاكتورايزيشن على قوسين. ما بيعرفش يعمل فاكتورايزيشن ممكن يعمله بالكالكليتور. سيرش كده على اليوتيوب هاو تو ميك فاكتورايزيشن باي كالكليتور، هتلاقيها موجوده، اعمله بالكالكليتور واخلص. او يعني هي سهله، رقمين اضربهم في بعض ب 10 والفرق ما بينهم 3 وهكذا. المهم ان انا اساوي في الاخر ده اطلع ده ايكوال 0 ازاي. يبقى الاكس يا اما الاكس ب 5 يا اما الاكس ب 2 عشان يبقى بنيجاتيف 2 انا اسف. يبقى هي دي الكريتيكال بوينتس. الكريتيكال بوينتس هي اللي فيها الفيرست ديريفيتيف اقدر اسويه بالزيرو. حطيت الكريتيكال بوينتس النيجاتيف 2 وال 5 وخدت اي ارقام قبليها وبعديها، مثلا خدت الزيرو لقيت الفانكشن في الاف برايم، يعني هنا عوضت بزيرو لقيتها بنيجاتيف. طب مثلا عوضت ب 6 لقيتها بباص. مثلا عوضت بحاجه قبل النيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لقيتها ببوزيتيف. اهو انا معوضه بزيرو ونيجاتيف 3 و 6 عشان اشوف الاشارات بتاعتي. وزعت الاشارات. كده اقدر اعرف امتى انكريزنج. من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2 انكريزنج عشان الفيرست ديريفيتيف بالبوزيتيف. ده كده الفيرست ديريفيتيف اللي انا رسميه اللي هو معوضه في الفانكشن بتاعت الفيرست ديريفيتيف. من نيجاتيف 2 ل 5 بقت بالنيجاتيف تبقى ديكريزنج، ومن 5 لانفينيتي تبقى انكريزنج فانكشن عشان بالبوزيتيف. طيب كده عملنا دي. عايزين بقى ريلاتيف ماكسيمم وريلاتيف مينيمم. سهلة قوي، الإشارة هنا بلس وبعدين قلبت لماينس يبقى دي ريلاتيف ماكسيمم. طب من ماينس وقلبت لبوزيتيف، من نيجاتيف وقلبت لبوزيتيف تبقى دي ريلاتيف مينيمم. يبقى الـ 5 ريلاتيف مينيمم والنيجاتيف 2 ريلاتيف ماكسيمم. بس كده أي هوب إن الدنيا تكون كلير، يعني حاولت إن أنا أكون مختصرة قدر الإمكان. يا رب بس الدنيا تكون واضحة بالنسبة لكم. شكراً.